ما هو الإسلام؟ الإسلام ليس كلمة تقال باللسان، والدعاوي لا تغني عن أصحابها شيئا. الإسلام استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام يعني العمل بمدلول الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكم من يقول هذه المقالة وهو يعبد غير الله، يطوف حول القبور ينادي غير الله. وكم من يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ولا يعمل بشيء من ذلك ويترك جلسة العمل مطلقة. وفي من يقول هذه الكلمة وينطق بها ليلا ونهارا ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. وكم من يقول هذا ويحكم بغير شرع الله، يحكم بالطاغوت، يحكم بالقوانين الوضعية، يظاهر المشركين على المسلمين. وفي من يقول ذلك ويتعاطى السحر والشعوذة. وفي من يقول ذلك وفي تصوره واعتقاده الضلالات والانحرافات